بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة زي ما وعدتكم يا جماعة هعمل لكم كابوريا مدفونة في الرز، وهنشوف طريقة عملها. أول حاجة لازم أنقي كابوريا تكون جامدة ومواصفات الجودة فيها، بيضة من هنا اهي، وتكون تقيلة محملة. ادي بتبقى ناصعة البياض، ما فيهاش اصفرار ولا احمرار. واهم حاجة تكون الكبرياية محملة وتقيلة في ايدك، تمام. الخطوة اللي هنعملها الاول، ادي الكبرياء هنفتحها يا جماعة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كل الخياشيم دي والخياشيم دي يا جماعة، ادي جنب وادي جنب، ونخليها كلها من غير خياشيم زي ما احنا شايفين. اهو مفيش خياشيم هنا ولا خياشيم الناحية التانية، مع الحفاظ على البطارخ. دي بطارخ يا جماعة، اذا كانت بطنها وسخة شوية هنغسلها شطفة خفيفة. يعني على سبيل المثال اهي مسودة شوية وفيها مية، هنغسلها بالراحة. طبعا الغشاء ده، الغشاء اللي احنا شايفينه ده، دليل ان الكابوريا طازة جدا. لاحظوها لما تيجي تفتحوا الكابوريا، ده الحجاب الحاجز ما بين جسم الكابوريا و يا جماعة الكابوريا مبطرخة. بعد ما اشطفها هشوف الخطوة اللي بعد كده. ده البلدي الصفرة، وهبدأ أقلب لغاية لما البصلة. انتظرنا يا جماعة لغاية لما البصلة دبلت اهي، دبلت. ما في بعض الناس بتفضل تبقى البصلة بالتوابل والطماطم بس، لكن انا هحط يا جماعة فلفل الوان. واشوف لغايه لما تدبل شويه كمان، واشوف الخطوه اللي بعد كده. طيب حبيتين طماطم متوسطين او حبايه طماطم كبيره. اضفت يا جماعه كاري وتوم بودر وفلفل اسود وكمون والملح. كده يا جماعة بعد ما اضفت التوابل والمرتة بقت جاهزة لحشو الكابوريا. نحشي الكابوريا. عشان نحشي المرتة بالكابوريا، ادي المرتة بعد ما خلصت. هادي الكابوريا، هاجي في الجزء ده يا جماعة، الجزء الغطا ده هحشيه مرتة، واروح بعد ما احشيه مرتة هروح قافل عليه والفه بفتلة بيضة نظيفة تاني. ادي يا جماعة حشينا الغطا بتاع الكابوريا بالمرتة، وبعدين هقفلها كويس كده وهلفها بالفتلة ونشوف هيبقى عامل شكلها ازاي. حشيت المرتة وقفلتها واتقفلت بالشكل ده، قفلتها بالفتلة علشان ما تطلعش منها اثناء دفنها في الرز. كل الكمية دي هعملها بنفس الطريقة دي يا جماعة. المرتة اللي تزيد معاك عن عمايل حشو الكابوريا زي ما احنا شايفين، بستخدمها بحطها في مية الرز. دي الحلة والمية اللي هنسلق فيها الكابوريا، ولما تغلي انا ناقع الرز في المية. المية يا جماعة بتاعت الرز غليت، هبدأ اضيف الكابوريا واحدة واحدة.
الرز، وهوريكم ازاي تدخلوا الرز ما بين الكابوريا من غير تقليب. عشان هعمل رز كترت الميه شويه وغزغزت المعلقه ما بين الكابوريا وبعضها عشان الرز ايه يتجانس مع الكابوريا. ادي اعزائي الناتج النهائي للكابوريا المدفونه في الرز زي احنا. انتظرت لغايه لما بخار التسويه بقى كويس كده عشان اوريكم الرز والكابوريا في قلب. هفتح لكم دلوقتي الكابوريا واوريكم الخلطه جواها. ده الكسكومري اللي تم قليه اضافه تبقى جنب الاكل ده، ودي كابوريا وهفتح لكم دي وهفتح دي، طبعا بحب جنبها زيتون مخلل. الخلطه باينه جوه الكابوريا اللي هي المرتا، صراحه انا دقتها جربوها. طبعا في بطارخ من تحت الغطا وادي السمك الكسكومري عبارة عن فصوص يا جماعة لحم جميل حجمه متوسط اي نعم. يا جماعة انا ما بحبش اضغط على السمكة في القلية عشان ما تنشفش، لازم يبقى طعمها فيها زي ما احنا شايفين. وادي الكابوريا لما فتحتها واضح جدا البطارخ اهي، البطارخ بتاعت الكابوريا ليها طعمها المميز، وان شاء الله تجربوا الكابوريا المدفونة في الرز وهتعجبكم ان شاء الله. مع تحيات قناة جواهر السويس.